البث عم نطلع ونخلي العالم يسمع حنا القادي والاشبال من بعد ما عنا الاجيال حدوتة عند اعمال وبطل العالم عم نشعل البث عم نطلع ونخلي العالم يسمع البث عم نطلع ونخلي العالم يسمع عنا القادي والاشبال من بعد ما عنا الاجيال حدوتة عند اعمال وبطل العالم عم نشع إن شاء الله الجيل الصايد قوط الوطني رجع إن شاء الله الجيل الصايد قوط الوطني رجع عالبس عم نطلع ونخلي العالم يسمع عالبس عم نطلع ونخلي العالم يسمع عنا القادي والأشباب من بعد ما عنا الأجيال وحدوتة عند أعمال فضل العالم عم نشع شدوا حبال ولو انتوا بقالا لجبال حدودا عندك نطلع لو انتوا بقالا لجبال حدودا عندك تطلع عالبث عم نطلع ونخلي العالم يسمع عالبث عم نطلع ونخلي العالم يسمع عنا القادي والاشبال من بعد ما عنا الاجيال وحدودا عند اعمال بفضل العالم عم تنشع فضل العالم عم ما في صوت اخوي عبد الحليم عبد الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخير واليمن والمسرات مع حدوتة الإعلامية وأخبارها البهية. نحن لكم ومعكم ومنكم أوفياء. فمرحبا بكم في حلقة اليوم الاستثنائية المميزة من أرض الإمارات. نرحب بكم من جديد مع ضيف فريد ليس بغريب بل هو من القلب قريب، أنجز من العمل المفيد وتميز عن غيره لأنه يعزف لحنه الفريد، وعد وأوفى حل وارتحل في كل الدول، همة ونشاط، متقدم في مجاله، محلق في سماء المعرفة، رابطا كمال العلم، تفنن في نشر الثقافة وأحسن مع غيره في الوصال. ليس له في الحدود مجال ولا في القوافي مقال، طار صغيرا وحلق كثيرا ورسم من فنه تعبيرا جميلا، رسم جمال الذكريات بأبسط الكلمات. نحن دوما سباقون لكل جديد ومفيد، واليوم استثنائي بمعنى الكلمة، وسنكون معكم دوما بكل لحظة جميلة عاشها ضيفنا ووقف أمامها يرسم ابتسامات الجمال في حياته، وسنصعد بكم قطار الذكريات من البداية للنهاية لنتعرف على حياته بتفاصيلها ونستمر معكم للعطاء مع ضيفنا الحبيب الخلوق القائد خليل رحمة. تفضل يا قائد خليل، البطاقة الشخصية. حياك الله أخوي عبد الحكيم، والله الصراحة أخجلتم بهذه المقدمة
اللي قدمت لي إياها. بالعكس يعني ما شاء الله عليكم. وأول أيضا لا يسعني أن أشكر أول شيء أسرة حدودة الإعلامية اللي تاحت لي هذه الفرصة أن أطلع مع هذه المنصة ونتكلم عن حياة خليل، سواء كانت الحياة الكشفية أو الغير الكشفية. بالعكس أنا مسرور أيضا بقائمة من أخواني اللي موجودين معي، قائد خليفة وقائد مبارك الدوسري وأخوي عبد الله وأيضا أستاذتنا أستاذة دينا وأيضا بك يا أخوي عبد الحكيم. يعني ما شاء الله عليكم، فاجأتوني بالضيوف اللي معاي في اليوم، وأنا سعيد أن شفت أخوي خليفة ومبارك يعني وعبد الله بعد من زمان نحن ما تلاقينا على الواقع. فالحمد لله اليوم أني شفتكم، ويعطيك ألف صحة وعافية. طيب الآن مع المخرج أسامة ناسك، تفضل يا قائد أسامة. الإماراتي مقدمة فقط عن خليل رحمة أو السيرة الذاتية. هو خليل رحمة علي حسن، الجنسية إماراتي، أعلى مؤهل كشفي، قائد تدريب دولي، تاريخ التحاقه بالكشافة عام 1985، المنصب الكشفي الحالي الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات ومفوض تنمية القيادات، المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي. طبعا قائدنا ذو سيرة ذاتية كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصرها أو نذكرها، لأنه شارك في العديد من المخيمات والدورات والدراسات التي حضرها والمؤتمرات الكشفية أيضا، وقدم مجموعة من الأبحاث والمؤلفات والدراسات. أما بالنسبة لما سنحاول التركيز عليه اليوم، فهي أنه حصل على القلادة الكشفية من مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج، فاز بجائزة الشارقة للعمل التطوعي وسام الكشافة لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، جائزة الموظف المثالي للشباب والرياضة، وسام الهدهد للتميز الكشفي من المنظمة الكشفية العربية، كما حصل على الميدالية الذهبية للأعمال الكشفية، جائزة للأعمال الكشفية المتميزة من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. قائد خليل، أعطينا البطاقة الشخصية لو سمحت.
طبعا مثل ما قلت خلي الرحمة علي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا أفتخر بهذا، متزوج وأب لولد وبنت، وطبعا عندي حاليا ماجستير في الإدارة من كلية محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وإن شاء الله خلال أيام بعد نكمل مسيرة التعليمية في تسجيل في دراسة الدكتوراه إن شاء الله في مجال الكشفية والعمل التطوعي. وأيضا كانت رسالتي في الماجستير كيفية إدارة مجموعات العمل التطوعي، موظف في المؤسسة مؤسسة الاتحادية للشباب، في ماسك قسم إنشاء وتطوير المراكز الشبابية، وأيضا منخرط في العديد من المؤسسات أو الجمعيات التطوعية داخل الدولة، منها الهلال الأحمر وبعض أيضا مؤسسة وطني الإمارات، وكذلك العديد من بعض المؤسسات التطوعية في داخل دولة الإمارات. ولله الحمد أنا حد من مواليد 1900، طبعا مو بكبيرة، 1972، ومثل ما قلت انخرط في الحركة الكشفية من 1985، ومن حيث ما كنت يعني في مرحلة الأشبال وبعدين تدرجت الحمد لله حتى الآن أنا وصلت قائد تدريب وأيضا مدرب معتمد في الموارد البشرية، وكذلك حاصل على قائد تدريب دولي، والآن صفتي الكشفية الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات والمدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي، وكذلك رئيس اللجنة الفرعية لتنمية العضوية على مستوى الوطن العربي. وأنا من طبعا أسرة من يعني الوالد والوالدة الله يرحمهم متوفين، وعندي 5 أخوان أولاد يعني، وعندي 3 أخوات، ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله عليك، أنت تسترسل في الحديث ما شاء الله تبارك الله. احنا طبعا نجهز لك بعض الاشياء حتى يعني ان احنا نستطيع ان احنا نقود الدفه قليلا معك، قليلا معك فقط. يقول ولادتك وظهور نور قائدنا الحبيب، اين كانت ولادتك؟ في اي مدينه؟ نعم، انا طبعا من مواليد دبي، طبعا يمكن في الكثير ما يعرفون، طبعا نحن كنا توم، انا وعندي توم وياي، ولكن إن شاء الله أن توم توفى. طبعا بعد كان يعني كنا في صغرنا، طبعا ما أتذكره عشان هو مات وكان صغير يعني حديث الولادة، يعني بعد يمكن 3 أو 6 7 شهور من ولادتنا. طبعا أنا كنت في منطقة اسمها هور العنز، طبعا هور يعني منطقة تجمع فيها الماي، كان العنز يعني نحن هنا في الإمارات للأغنام كانوا يجون يشربون الماي، فلهذا سمي الهور يعني مثل مكان ويتجمع فيه المياه ويعني يسقون وانتم بكرامة الماعز والأشياء هذه. وهي تقريبا يعني ولادتي في دبي، في إمارة دبي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك. أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي. الأخ والأخ هما سند الشخص بعد والديه، وهم ومنهم تتكون الشخصية بودهم معك في الحياة. كم هو عدد إخوتك وأين هم الآن؟ إيه طبعًا مثل ما قلنا نحن أنا عندي من الأولاد معي أنا 5 يعني مفروض نكون 6، الآن معي أنا 5 أخوان ذكور،
كل واحد في مجال، عندي واحد يعني في القوات المسلحة، عندي واحد طبعا كان في الشرطة المرور ومتقاعد حاليا، وعندي واحد في شؤون الرئاسة في وزارة شؤون الرئاسة، وكذلك واحد متقاعد وعنده شركات البزنس الخاص يعني. وكل واحد الحمد لله يعني متزوجين وكلهم في بيته ومع أسرته وعياله وكذا يعني. أنا مثلا أقول آخر العنقود ما شاء الله تبارك الله، آخر الأخوان يعني، سواء من البنين أو البنات يعني. كان آخر العنقود يعني، أجمل العنقود. بارك الله فيك وفيهم إن شاء الله جميعا. قديما كانت البيوت يعني صغيرة، عبارة عن حجرات صغيرة ضيقة، لكنها كانت تعج بالفرح والسرور والصراخ والنور والحبور. كيف كان منزلكم قديما؟ من نعم. كم؟ نعم تفضل. طبعاً بيتنا يعني أنا بعد يعني كنا في الأسرة أنا والأهل، كنا في تقريبا نحن كنا 5 غرف، نحن يعني أنا وأخوي في غرفة، وأخوي الثاني بعد في غرفة، والبنات في غرفة. بعدين طبعا كل واحد يعني البنات اللي تزوجوا وراحوا، وعقب بقينا نحن أخواني. وأيضا يعني أنا أتذكر أن أنا وأخوي يعني يوم تزوجنا بقينا في نفس البيت، بيت العائلة يعني. بعدين لما أخوي طلع عقب أنا تميت ويا الوالدة الله يرحمه، وأيضا لين بعد ما بنيت البيت وطلعنا ورحنا بيتنا روحنا يعني. ولكن أتذكر يعني كنا نحن في الفريج، نحن نسميه الفريج أو أنتم تسمون الحي المنطقة، كنا نتجمع كل أولاد يعني المنطقة والفريج نلعب مع بعض. وما كان في يعني أتذكر كل ظهر كنا نيجي من المدرسة، كنا نروح بيوت بعضنا البعض، وكنا يعني نطالع أفلام ويعني مع الأسر الثانية، ومع يعني كنا عايشين حياة متماسكة وحياة يعني لله الحمد كنا في الطبيعة وهذا. وفي شيء والله أتذكره لين الحين أتذكر يعني، أتذكر كنا نلعب كورة في الفريج في الحي يعني، وأنا كنت ألعب كورة. تعرف قبل كان نحن في الفرجان نلعب، والأندية نادر ما كنا نروح فيها الأندية نلعب وهذا، بس بعدين رحت أنا النادي. أنا كنت ألعب حارس مرمى، فكنت أتعلق على العارضة اللي الجول، كان في مسمار فدخل في صبعي المسمار وأنا تألمت، وناس جايين يعني أو أصدقائي يعني كنا نلعب في الفريق وجايين يساعدوني ويشوفون، فشفنا واحد هناك ياس يصيح، والله كان يصيح، فراحوا قالوا لي ليش تصيح يعني ما في شيء يعني مسمار وخلاص. قال لا هذا صديقي، واللي يألمني كان يألمني أنا يعني للدرجة هاي يعني. كنا في الفريج وكنا أخوان وأصدقاء ونلعب مع بعض، ها من يعني صراحة هالأشياء الحقيقية اللي نحن كنا نحس فيها. نعم، الصغار هم جمال الحياة وهم ابتسامات الغد، حيث يضيفون للبيت نكهة خاصة، وأنت شرحتها لنا الآن. طيب، الأطفال أيضا شغوفون بالألعاب خاصة أو بألعاب خاصة بهم، يحنون لحملها واللعب بها، سواء كانت صناعة محلية أو غير محلية. ما هي أبرز الألعاب التي حصلت عليها صغيرا وما زلت تذكرها يعني؟ فيها وايد العاب، بس اتذكر يعني الاشياء الحلوه اللي كان في سياره الشرطه اللي كان في، يمكن اخوي مبارك وجماعه لو نفس سني يعرفون هالاشياء، كان في سياره اللي يطلع صوت مثل سياره الشرطه وي وي وي، هذا اللي يطلع صوت يعني. كنت وايد احب سيارات الشرطه، فذكر خالي الله يرحمه اول هديه جاب لي يعني بعد ما كنت مسوي عمليه وأنا صغير، فأتذكر كان جايب لي السيارة مال الشرطة اللي كان يطلع الصوت وكذا. وأيضا بعد كنا من أشياء الجميلة الهدايا الحلوة الذكريات،
كان في يوم يروحون مكة كانوا يجيبوننا هذا العكس، مكة ومدينة وبيت الله، هذا ذكر يعني في هالأشياء يعني حاليا نادر الحصول عليها بالتطور والتكنولوجيا. وأيضا أيضا بعد كرة قدم، يعني الكرة كنت أحب الكرة وايد، ويعني لازم أشتري كرة في البيت. كنا بيتنا صراحة يعني بيتنا كان حوش صغير، وأنا وأخوي وأخوي الثاني كنا نلعب، يعني الحوش يمكن قد غرفة، كنا نلعب كورة، وأبوي الله يحرمه كل يوم كان يضربنا. يعني ليش نلعب كورة في الحوش ونكسر الليت والشبابيك؟ فالكرة يعني هاي الألعاب الجميلة والذكريات وياها يعني اللي أحبها. الألعاب الشعبية التي تصنع باليد، يعني ما كان عندكم ألعاب شعبية تلعبونها مع مجموعة؟ ألعاب شعبية كان نلعب ميت، أنتم ما أعرف أنا اللهجة السعودية أو الأخوان. الميت شو تسمون؟ الميت اللي فيه الخمس تنفار مع خمسة ويدخلون على بعض يضربون مع بعض، يعني واحد يوم يزخون الخمسة لازم يقول ميت عشان يستسلم، فنحن نسميه لعبة الميت. وكان في دائرة ومربع مثل مربع، ونلعب هاي الألعاب الشعبية. عندنا العنبر كرة، ونحط قواطي مال الحليب ونضرب فيهم، وفريقين ينتشرون، لو فريق الثاني يروح يركب العلب نقول عنبر خلاص يعني فاز. فهاي الألعاب الشعبية كنا نلعبها، ومثل طبعا الحوين حق البنات نحن ما كنا نلعب وايد، اما اليوم في بعض الاوقات في بنات يلعبون وياك كنا نلعب حوين عشان نراضيهم يعني. بس اكثر الالعاب نلعب الميت، نلعب الالعاب هذه العنبر، وشفت مال السيكل الدراجه الهوائيه الهوائيه، في التاير كنا نشيل الربل منه ونلعب مثل يعني هذا الدحرجه ماله. نعم هاي الالعاب الشعبيه اللي كنا نلعبها ولين الحين يعني لا نزال ساعات نلعبها يعني حتى واحنا كبار. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طبعا جيلنا نحن ما كان جيل اللي موجود مثل الحين التكنولوجيا والالعاب الالكترونيه. كنا ذكر نحن كنا نلعب الحين سموه سوني، ما سوني، كنا نلعب اتاري، ما ادري الاخوان لحقوا عليه الاتاري ولا لا. كنا نلعب اتاري والجي هذا جيم اوفر هذا يعني مثل مسكت هذا كنا نحب اتاري. الحين سوني ما سوني بلاي ستيشن وهذا، على ايامنا كان هذا السوني الجيم هذا كان عندنا. نعم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. احنا انتهينا من المرحله الاولى وندخل في مرحله ثانيه. بعد ما قلت شو الافلام المفضله اللي كانت عندنا كنا نتابعها قبل، يعني الكرتون كنا نتابع، كنا صراحه ننتظرها جراند هايزر، كنا كابتن ماجد، عدنان ولينا، عدنان ولينا وسندباد، هاي كنا نحن بفارق صبر كنا ننتظر متى يحطون الافلام ها المسلسلات الكرتونيه. نعم طيب المدرسه هي المستقبل المشرق لكل إنسان، بها يسمو ويعلو ويرتقي سلم المجد وبداية الحياة والنشاط. أين كانت المدرسة الابتدائية التي التحقت بها أولاً؟ نعم أنا مدرسة الابتدائية طبعاً أنا ما درست في الروضة، يعني إحنا حالياً عملوا الروضة إجباري، أول على أيامنا ما كان في الروضة إجباري، نوصل 7 سنوات أو 6 سنوات كنا ندخل مدرسة. فدخلت أنا في أحمد بن سليم، هذا كان الابتدائية طبعا من الصف الأول لين الصف الثالث، بعدين الابتدائية العليا اللي هو من الصف الرابع لين خامس لين سادس. طبعا أيامنا نحن كان من أول لين ثالث، بعدين من رابع لين سادس كنت في مدرسة صلاح الدين الابتدائية، بعدين الإعدادية من ثالث إعدادي لين من أول الإعدادي لين ثالث ثانوي كنت في مدرسة المهلب الإعدادية، وبعدين في الثانوية طبعا درست سنة واحدة ثانوية دبي، بعدين رحت التحقت في الثانوية الصناعية، أخذت ثانوية صناعية، بعدين
الماجستير البكالوريوس خدته في جامعة الأغرير، وبعدين الماجستير في كلية محمد بن راشد الأداء الحكومي المتميز. هذا طبعا المراحل الدراسية من المدارس اللي أنا كنت متواجد فيها. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، عشت جوالا على طول يعني، ما شاء الله على طول في أكثر من مكان في حياتي. ترى نحن هو المراحل السنية هو هاي شيء يعطينا المدارس، وكنا نروح أيضا بعد أتذكر من الأشياء الحلوة يعني في أيام المدارس كنا نروح مشي لين المدرسة، نمشي على رجولنا، وساعات يوم نوقف يجينا مي الباص كنا نفرح، ليش نروح البيت نقول الباص اليوم مي إجازة. نعم، يعني هذه الأيام الحلوة اللي كان كنا نحن في التدريس يعني. طيب، قم للمعلم وفه التبديل، كاد المعلم أن يكون رسولا. في حياة كل طالب في المراحل الدراسية شخصيات تلفت انتباهه وربما غيرت من اتجاهه، من أبرز المعلمين الذين أثروا في شخصيتنا القيادية التي هي كما نراها الآن من المعلمين؟ والله في العديد يعني من المعلمين اللي يعني كانوا يعني تأثير علي أنا كشخص كخليل. في يعني في بعض المدرسين كانوا شديدين صح، يعني انا في كان عندي مدرس الله يرحمه يعني الحين ما اتذكر اسمه، بعد كان في مرحله الاعداديه هو اللي خلاني احب الرياضيات بكل امانه. يعني انا كنت من النوع اللي يعني الرياضيات شويه في بدايتي ما كنت احب الرياضيات، الضرب والقسمه والجمع وهذا ما كنت احب، فهو يعني حببني في ماده الرياضيات، وبعدين الحمد لله يعني قمت أحب المادة وقمت أتفوق في مادة الرياضيات. هو المدرس اللي يعني كان حببنا في المادة. كان عندنا مدرس أيضا اللي الله يرحمه مدرس التربية الرياضية، هو اللي حببني أيضا في الحركة الكشفية، يعني أستاذ الله يرحمه أستاذ أحمد، لو كان ما كان موجود أنا ما كنت الحين في الكشافة يعني. هو اللي استقطبنا، نحن كنا مجموعة من الشباب من المواطنين، فطبعا تعرف قبل التربية الرياضية هم اللي كانوا مسؤولين عن الحركة الكشفية في مدارس الدولة، فقال لي تعال اشترك في الكشافة وكذا وخليك انت المسؤول وانت تكون العريف وكذا، وانا ما كنت عارف يعني شو هو عريف اول شو هو عريف، كنا نضحك يعني ما كنا نعرف شو هو المسميات الكشفية. قال لي لا وتعال بوديك في مكان يعني بتستفيد، ان في سفرات وفي كذا في انشطه في برامج ممكن نشارك وياهم. طبعا احنا كجمعيه الكشافه كنا مستقلين عن وزاره التربيه، يعني حتى الان يعني وزاره التربيه في كشافه وايضا جمعيه كشافه الامارات لنا الكشافه يعني، فالمشاركات كلها كانت تكون عن طريق الجمعيه. فوداني المقر المفوضيه وتعرفت على الجماعه، فهني يعني نرجع نقول ان ما شاء الله عليه استاذ التربيه الرياضيه هو اللي من مدرسين، وايضا عنده بعد ايضا الاخصائي الاجتماعي عندنا، طبعا اتذكر اخصائي اجتماعي اول ما هي مدرستنا هو اللي اهل فيني يعني ان اكون استاذ ايوب البدري الله يحفظه ويخليه يعني دكتور طبعا هو حاليا، هو اللي شجعني اني يعني ابرز كخليل في يعني في الطابور المدرسي، خلاني مسؤول جماعه الرحلات وكذا، وخلانا مال الانضباط في المدرسه. تعرف ايام المدرسه في اولاد ما شاء الله شياطين وفوضويه وكذا، فقال لي لا انت تكون كذا، والحمد لله يعني مشيت وياه ونفتخر فيه. بعد ايضا اتذكر انا سنه من السنوات طبعا رشحني ان اكون سوبرفايزر لقسم الاولاد في مدرسه خاصه يعني، فهو اللي يعني كان في مديره مدرسه كانت من منطقه دبي التعليميه استاذه عائشه لوتا، فكانت تدور واحد يكون مسؤول قسم الاولاد لمدرسه كبيره مدرسه خاصه، فأستاذ أيوب البدري الله يحفظه هو اللي رشحني أن أنا أكون
هناك، فحتى انا استغربت يعني ليش رشحني انا. عقب كلمت ليش، قال لا انت فيك الصفات القيادي وفيك صفات ان تقدر تدير الطلاب سواء بالانشطه او البرامج، ما تخلي الاولاد يعني يلعبون، وعندك خبره في هذا المجال والحمد لله يعني. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء بس طبعا الله. ما استمريت في المدرسه الا تقريبا 6 شهور. الحديث جميل وشائق جدا، خاصة في الحديث عن الذكريات التي تسمو في حياتنا وتجعلنا يعني بجمالها، بجمال الزمن القديم فعلا. يعني الأصدقاء في الثانوية هم خلاصة العمر، هل ما زال هناك تواصل مع أصدقائك في المراحل الدراسية الأولى لك خليل؟ هي والله الحمد لله يعني في عندي أصدقاء، مثل يعني الحديث بالحديث يذكر اليوم، يعني اليوم أنا كنت أسوي رياضة عند الحديقة وشافني واحد من الأخوان أو الطلاب اللي معاه يعني، فحتى قال لي أنت عميد الكشافة اللي أنا الحين بعدك في الكشافة. قلت لهم هي الحمد لله لين الحين بعد في الكشافة. يقول يعني هذا يعني ماخذين أيضا الفكرة أن الكشفية في المدارس فقط، فكان وياي في مرحلة الثانوية الإعدادية والثانوية هذا، والحمد لله يعني عندنا ما زلنا يعني على تواصل مع سواء كنا في الإعدادية أو الثانوية أو في مرحلة الجامعة، يعني الحمد لله يعني في تواصل بيننا. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، يعني جميل التواصل هذا، ولا بد احنا ككشافة نرسل لهم رسالة يعني ما هو العمل الكشفي. طيب وسائل النقل قديما يعني كانت ربما كانت غالية وأسعارها عالية، يعني هل تتذكر؟ ولكن كانت الحاجة ملحة لاقتنائها. حدثنا عن أول وسيلة نقل. طبعا أول سيارة أنا أخذتها، لا قبل السيارة لو في بسكليتة ولا أي شيء ترى إنه لا هو لا أول كنا شيء، بس مش كده الحين كلنا يسمعونا، قبل كنا شياطين يعني، كنا على السيكل ونحن نسميه هذا سيكل البتان الكبار، ما ادري انتم شو مسمياتكم، نحن البسكليت سيكل البتان، ان هاي البتان هم اللي كانوا يركبون اللي يوصلون الخبز ما خبز، وهذا الاسود ما كان فيه هالحين سياكل مال السباق وسياكل هذه، يعني على ايامنا ما كان يعني في الاشكال، فكنا نقول هذا سيكل ما بتان يعني اعلى سيكل، فكنا بالعكس كنا على السياكل ونلعب يوميا يعني على السيكل، هم هي رياضة وهم هي كنا نلعب فيها. وأيضا أتذكر يعني الدراجة، نحن نسمي الدراجة النارية، أنتم تسمون بطبطة، الجماعة يسمون بطبطة أو شيء هذا الدباب، هو الدباب نعم غير دباب، أنتم تسمون الدباب، فالموتورسيكل يعني الدراجة نادر صراحة، ما كان يعني ما كان عندنا أيام في صغري ما كان عندي، ولكن عيالي ولدي وهذا وبنتي اشتريت لهم أعوضهم أن أبوهم ما كان عنده. أحسنت. والسيارة طيب، والسيارة أول سيارة أتذكر أول سيارة أخذتها دايو، كان على أيامنا يعني كان سعرها تقريبا 25,000 درهم وكذا، أتذكر كانوا الأولاد يعني شباب نتمسخر، كانوا يتمسخرون يقول اشتر كرتون بيبسي وخذ دايو. كانت يعني السيارة عشان أنا الحمد لله اتعودت أني أشتري من مالي، يعني ما أعتمد على الوالد الله يحفظه، كان على أيام يعني والله يرحمه أنه كان يعطينا وهذا، ولكن كنت أنا أحب أعتمد على نفسي. أنا يعني أول سيارة أخذت دايو، وبعدين بعد فترة سنة أو سنة ونص أخذت دهاتسو. أنا من عشاق البر، كنت أحب البر وكذا والكشفية وهذا، فكنت أقول لهم يعني ما ينفعني أنا الدايو، كنت أصيح أقول لهم ما أبغي دايو ما أبغي لو شو تسوي. عقب الحمد لله أخذت دهاتسو، وبعدين عقب الحمد لله أخذت سيارات ثانية يعني. فهذا أيام يعني دهاتسو الدايو، أتذكر يوم أنا كنت في ثانوية العامة يعني في آخر سنة في الثانوية أخذت السيارة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب ما بعد الثانوية والجامعة والاتجاه الرومانسي والخطوبة والزواج، حيث يكمل الإنسان نصف دينه بشريك العمر يتقاسمان معا جميل الحياة
وكل ما فيها من حلاوة ومرارة أبعدنا الله عنها. اروي لنا قصة زواجك وكيف كانت. عشان اتكلم على راح اهم شيء المدام ما تسمعنا بس خلاص ما والله الحمد لله يعني انا تزوجت يعني سبحان الله قسمه ونصيب. يعني انا خلصت الثانويه 95 في 98 تزوجت. يعني انا من النوع اللي الحمد لله احب يعني استقرار الزواج. يعني حتى ربعي كانوا يقولوا بعدك بدري يعني عمرك 25 24 تتزوج وهذا، فكان يقولوا لي مجنون. قلت لا الاستقرار زين سبحان الله. يعني ام العيال مثلا المدام يعني بالصدفه استوتي، يعني بيتهم ملاصق بيت اختي في الشارجه، يعني الجدار في الجدار. وانا من النوع اللي يعني قبل على ايامنا يوم صغير كل اجازه 3 شهور في الصيف او عطله الربيع كنت اروح بيت اختي ارقدها هناك، ومع اني ما كنت اشوفها والله العظيم. يعني ما كان تمر على الديار ديار ليلى وقبلوا ذا الجدار وذا الجدار. يعني مو قصدي هي، يعني ما في بالي، ما كان في بالي هي. سبحان الله مع مرور الزمن مرور السنين بنت اختي نفس عمرها تقريبا كانت تقول حق امي الله يرحمها ليش ما نعطي خليل حق فلانه. ف امي بعد ما شاء الله عليها على طول يعني الله يرحمها قالت زين عيد زين شاوروني انا. عقب قالوا لا نحن مسوين خطه يعني خليني اروح بيت اختي عشان هيتي انا اشوف بالصدفه يعني بدون ما اعرف انا. فالحمد لله سبحان الله الله رزقنا وبنت الحلال والحمد لله سعيدين وعنا عيال الحين ولله الحمد. يعني تقريبا هاي قصة الزواج. بدل لا تقول لي كنت تحب قبل ما تحب قبل، هذا انت بتفضحنا عقب. خلاص فهمت. لا خلاص ما عندنا شيء. الآن لدينا بعض الضيوف وبعض الأصدقاء المميزون في حياتك الجميلة يرغبون في التواصل معك الليلة للحديث عنك ولو بجزء بسيط عنك. حقيقة أنا اليوم أحد الأصدقاء في ينبع أخبرته أن عندي لقاء معك اليوم، فقال لي هذا الرجل ليس له مثيل ولا نظير ما شاء الله تبارك الله. قلت له ومن أجل ذلك نحن لا نأتي إلا بمن يستحق الإبراز، من يستحق أن يكون ظاهرا واضحا وعمله شفاف ورائع وجميل. من الأخوة الضيوف الذين سيداخلون الأخ مبارك الدوسري. تفضل يا أخ مبارك. الله يسعد مساكم جميعا. مساك أسعد. سعيد جدا بشوفتكم وطلتك أخي العزيز الغالي خليل أنت حمد بسلامة للأخ الدينة بداية. أعجز عن التعبير لما أتحدث عن واحد مثل الأخ خليل فهو أخ قبل أن يكون زميل. سعيد جدا بوجود أخي الغالي خليفة، وكان بيننا تواصل في هذا الفجر سبحان الله العظيم، وعدتها مرة ثانية. الأستاذ أحمد حسن كأني أشوفه موجود، أتمنى يشوف الإيميل فرصتها بلغك بالإيميل، أنا مرسلك إيميل أتمنى تشوفه. رحب بالأستاذ عبد الله عبد الحميد، زمان ما شفناك الله يرفع هذا الوباء. الحقيقة تحدث الأستاذ خليل عن كثير من الأمور التي حركت الشجون. لما تكلم عن السيارة النجدة الصغيرة كأنها نفس العشق، يعني هذا احنا نسميها عندنا في نجد الونان، يعني من صوت النجدة. فالعشق واحد، يعني كلنا نفعتنا، وكان يأتونا به من الحج، اللي يروحوا للحج يجيبوا لنا. احنا في محافظة صغيرة ما تتوفر في هذه الأشياء، فالعشق أصبح واحد. الألعاب الشعبية وحديثك عنها من أجمل ما يتحدث الإنسان عن هذه المرحلة. وأعتقد أن اللعبة اللي ذكرتها أنها يمارسها الإخوان في الإمارات وفي سلطنة عمان، في السعودية ما نمارسها.
اللي نمارسها الظاهر بيننا وبينكم لعبة اسمها خبز رقاق، فضلا عنكم تتميزون انتم بلعبه اليوله، وهذه طبعا هذه لكم خاصه يعني، وما شاء الله تبارك الله. عجبتني جدا جدا فكره حكايه المسمار والصبي اللي يعني قلبه على قلب صاحبه. لفت نظري قلت كنا شياطين، الله يستر لا نكون ما زلنا شياطين. ان شاء الله ان شاء الله ننال على خير اخي ابو عوض، بارك الله فيك وجزاك الله خير. حقيقه ان القائد خليل من القيادات الكشفيه العربيه المرموقه اللي تتمتع بمهارات وتجارب وخبرات تساعده في السيطره على سير العمل واحتواء من يراسهم. انا حاليا اعمل انا وياه في منظومه واحده اللي هي اللجان الكشفيه العربيه فرعيه، وشرفت في فبراير الماضي بتزكية من شخصه الكريم بالمشاركة في المخيم الكشفي الدولي التاسع في الشارقة، فضلا عن مشاركتنا سويا في كثير من المناسبات سواء على مستوى الإقليم الكشفي العربي أو تمثيل دولنا في المؤتمرات الخارجية. الحقيقة وجدت هذا الشخص يتمتع بسمات وصفات يعني قد يراها البعض إنها مجاملة، لكن يعلم الله أنها حقيقة، هو الواثق في نفسه لن يقول مثل هذا الكلام. فهو يتمتع بقوة وثقة بالنفس، ولديه خبرة، يتمتع بخلق عالي، عنده مرونة، عنده واقعية، عنده مهارة اتخاذ وصنع القرار من خلال اللجنة اللي هو فيها، ومن خلال الأيام اللي اجتمعنا وياه سويا سواء في مصر أو في الكويت أو في كذا. وجدت أنه من الناس اللي يعشقون العمل بروح الفريق الواحد، عنده ولاء وانتماء للمنظومة اللي ينتمي لها. الأستاذ خليل لديه القدرة على التأثير، دعني أقول لك، من خلال مهارات فنية وإنسانية وذهنية يعني تجعل جميع المعه كان يعني بما فيهم اللي هم اللجنة اللي كانوا يعملون معه أو إحنا وإحنا بالشارقة يعملون بروح عالية ونتائج مثمرة. أحسنت، بارك الله فيك أخي مبارك. الآن تواصل مع الآخرين ويصال ما لديهم من أفكار، أتمنى أنه لا يكون الاتصال قطع عليكم الحديث. الأمور طيبة، حتى لا أخذ وقتكم أترك المجال للزملاء الآخرين. أعتذر عن أي تقصير في مداخلتي باتجاه الأستاذ خليل، وقد أمامي مكالمة مهمة يعني. الله يعطيكم العافية. جزاك الله خير أخي مبارك. طبعا هذا رئيس اللجنة الكشفية للإعلام والاتصال في الإقليم الكشفي العربي الأخ مبارك الدوسري، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى الأخ القائد الحبيب أحمد حسن، مدير خدمة وتنمية المجتمع في الإقليم الكشفي العربي. تفضل يا قائد أحمد. شكرا لك أبو مالك، تحياتي لكم جميعا ولقائد خليل رحمة، يعني أنا سعيد جدا والله بوجودي اليوم معكم. أنا النهاردة يمكن اليوم الوحيد اللي كنت أخده أجازة يعني، فأول ما عرفت أنك طالع يعني أصرت يعني أن أنا أدخل بدعوة من الأستاذة دينا السومة يعني. برحب باللقائد مبارك الدوسري، أنا أجازة يا قائد على الهوى هو علشان كده ما شفتش الإيميل معلش. برحب أخويا العزيز قائد خليفة بن رواحي وعبد الله عبد الحميد وطبعا قائده دينا اسومه وكل الناس اللي بتابعنا على الفيسبوك. يعني قائد خليل رحمه هو اخ عزيز يعني، بقالنا يعني يمكن بنتعامل سويا حوالي 11 سنه، التقينا في لقاءات كتير جدا يعني. انا كنت سعيد وانا بستمع لقصه حياتك الصراحه يعني قائد خليل، يعني كنت عايزك تكمل عشان نعرف عنك اكتر. يمكن والله من اكتر الحاجات اللي دايما كنت بحب اتعامل فيها مع قائد خليل ان هو دايما في كل نشاط وفي كل لقاء بتحس ان هو الـ على طول هو اللي قلبه على الشيء وبيخش في كل التفاصيل، تحس ان هو شغال في كل المراحل، فبتلاقي سهوله جدا يعني في التعامل معاه، حتى لما بيكون في حاجات سريعه او حاجات ضروريه ان هي يتم انجازها بسرعه كان دائما يعني بينجز اي شيء بنتواصل معه بخصوصه يعني. ويا رب دايما كده نكون على تلاقي
ومن أهم الحاجات اللي تلاقينا فيها كان مثلا اللقاء اللي هو بالشارقة. قائد خليل كنت تلاقيه موجود في كل مكان، يعني كل حتة تروحها تلاقيه هو لازم يكون موجود فيها، ما تعرفش يعني هو تقريبا عامل استنساخ من نفسه كذا نسخة يعني. فتروح الإعلام عشان تعمل حاجة تلاقيه بيتابع الشغل، تروح الأرض الكشفية تلاقيه موجود، تروح الزيارات الخارجية موجود. فما شاء الله عليك يعني، ربنا دايما يديك الصحة ودايما تكون يعني، رغم إن أنت العدد معاك في الكشافة القيادات العاملة مش بالعدد الكبير جدا، ولكن ما شاء الله يعني مميزين جدا، وده يمكن بسبب الروح بتاعتك يعني. علاقتك بالجميع قوية جدا، وكل الناس بتقدرك وبتحترمك، وأنا أولهم طبعا، وبتشرف إن أنت أخ عزيز وصديق غالي، ودايما يا رب كده نلتقي بيك في كل الأحوال الطيبة. وبنقول لأبو مالك يعني مبروك، ما شاء الله يعني مشخص اليوم، والشرف يعني عاملين شغل جامد يعني. حبيبي احمد، حبيبي احمد، اخويا والله يا اخويا، وحشني جدا يا احمد. ربنا يخليك، ما شاء الله الجلسة يعني تحس كده يعني، برضو قائد خليل نقل روحه على الجلسة بشكل عام يعني، اللي هي لا الروح حبيبي، الأخوية يعني، ما تحسش إن إحنا فعلا في لقاء ولا حتى متذاع يعني ولا أونلاين. يعني دايما يا رب كده ملتقين على خير، وسعيد جدا إن أنا معاكم والله النهارده يعني. شكرا شكرا اخي احمد، بارك الله فيك. ابو عبد الرحمن، اسألني لو عايز تسألني، لو عايز تقول أي حاجة قول يعني، فأنا مستمع جاي. لا ان شاء الله نحن ان شاء الله بعد. انا اول شيء اشكر ايضا اخوي مبارك على هالكلام، وقائد احمد يعني صراحه كلامكم وسام على صدري، وبالعكس يعني انا افتخر في هذا الكلام اللي من قامات كشفيه كبيره تطلع منهم هذه الكلام. وايضا طبعا اخوي احمد نحن سعدنا ان شاركنا وياه في برنامج. صراحه انا اول مره اتفاجأ ان اخوي قائد احمد عنده موهبه انه يعمل الشخصيات الكرتونيه، يعني هاي صراحه كانت مفاجاه لي. يمكن في مفاجاه ما حد يعرف منكم جده، او هم يقولون يدي او عمي، اسماعيل ياسين هو ترى يستوي عمه، يده محمود ياسين، ها اسماعيل ياسين يستوي عمه، اسماعيل ياسين ايوه، فهو يستوي يده. فانا تفاجأت والله، فحتى انا اقول هذاك يستوي يده، قالوا هي يستوي يده. انت كده حركت الحلقه حق احمد حسن علينا. وبقول لي بعد ان شاء الله في 2021 ان شاء الله في عنا ان شاء الله بعد ورشه تكمله للشخصيات الكرتونيه. الان ننتقل مع الضيف الاخر خليفه الرواحي من عمان، ونعتذر على التاخير يا قائد خليفه، لان ناخذهم بالسن ترى، كبير في الكبير. تفضل يا قائد خليفه. خليفه بعد كبير في المقام. نعم كبير في المقام لكن في السن انا اكثر. خليفه لا تقول لهم مخيم لندن، شو كنا نسوي هذا؟ لا تطلع الفضايح. شكرا جزيلا اخواني، انا اعتذر لاني في مكان شويه نوعا ما الصوت مش واضح، ما ادري الصوت واضح اخواني؟ الصوت جميل جميل جدا، واضح جدا. تفضل تفضل قائد خليفه. الله يعطيك الصحه استاذ عبد الحكيم. طبعا انا سعيد جدا ان اتواجد مع هذا الكوكب الطيبه، استاذ احمد حسن، استاذ خليل الرحمه، استاذ عبد الحكيم، استاذ مبارك الدوسري، استاذ دينا. يعني يمكن التقينا في الكثير من المناسبات الكشفيه التي لا زالت راسخه في الذهن، ونعتز بان نتعرف مثل هذه الشخصيات الجميله التربويه، القيادات الرائعه. طبعا الحديث عن الاستاذ خليل يعني حديث ذو شجون. خليل النموذج للقيادات الكشفيه والتربويه الناجحه والطموحه جدا، التي استطاعت ان في ظرف يمكن فترات قليله جدا ان تتبوأ مكانه عاليه في دوله الامارات العربيه المتحده، وخاصه في المجال الكشفي، وكذلك في ايضا على المستوى العربي. خليل رحمه التقينا في الكثير من المناسبات العربيه والعالميه، كان ابرزها طبعا مخيم السويد، يعني
كان من المخيمات الرائعة والجميلة التي لنا ذكريات مع الإخوان، يعني جميعا. مبارك دوسري كان أيضا التقينا فيه، وأيضا خليل والأستاذ أحمد على ما أظن، وكذلك أيضا مخيم اليابان. طبعا مخيم اليابان يمكن ذكريات شوية مؤلمة بالنسبة للأستاذ خليل. يمكن لأول مرة تعرفوها، يعني أعطينا 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 نبغى نعرف. الأستاذ خليل للأسف الشديد أنه تعرض لنسيان الشنطة في الطائرة، ما وصلت من دبي أتوقع، أو من مكان انطلاقته، وجاء إلى اليابان إلى منطقة التخييم، وكان عنده فقط اللي هي لبسة واحدة، فما استطاع أنه يكمل، وراح يبحث عن هذه الحقيبة ويتواصل مع الطيران، شركات الطيران، ومع سفارة الإمارات في اليابان. وحقيقة كان يعني، وكنا متابعينه وكنا مشفقين على الموقف اللي حصل له. لكن طبعا القائد خليل عن القيادات المحنكة والتي لها علاقات طيبة، استطاع بحنكته وبقيادته أن يحصل على هذه الحقيبة. وبالتالي يعني الملابس طبعا هي ليست ما فيها يعني ممكن المبالغ، لكن الملابس ضرورية في ذلك الوقت. يعني تصور أنك تجلس في ملابس واحدة لمدة يوم أو يومين، صعبة جدا. لكن الحمد لله يعني استطاع أن يصل إلى هذه الحقيبة، وبالتالي يعني عادت الحياة له مرة ثانية من جديد، واستعاد الفرح. خليل مثل ما ذكرت لك، يعني خليل من القيادات التي اعتز فيها كثيرا، يعني اشتركنا في الكثير من اللقاءات في المنظمة الكشفية العربية التي جمعتنا بإخوة وأحباء على القلب. ممكن أنا شوي انقطعت نوعا ما، يعني يمكن سنة ونصف لم أزور القاهرة ولم ألتقي بالشباب، لكن متواصلين هاتفيا وعن طريق الواتساب، نسمع أخبارهم ونتابعها سواء على حدوتة أو غيرها من وسائل الاتصال، وسواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، يعني ولله الحمد. يعني أنا ما أريد أن أطيل عليكم، لكن أنا سعيد أن أتواجد معك أخوي عبد الحكيم، ومع هذه النخبة الطيبة من القيادات، الأستاذ أحمد طبعا، حسن يمكن اشتركنا في دبلومة، ما أدري أي رقم من الدبلومة، التاسعة أو إحدى الدبلومات. يعني كان أيضا الذكريات الجميلة. أحمد حسن الثالثة لديه الكثير من الثالثة المواهب يا أخ خليل، الإعلامية حقيقة. نعم الثالثة الثالثة مش التاسعة. الثالثة. لا والله بالعكس، أيضا القائد أحمد حسن لديه الكثير من المواهب التي يعني يمكن ذكرها الأستاذ خليل، لكن لديه الكثير من المكنونات. قائد تربوي محنك، يعني الآن يقود دفة الإعلام ممكن في المنظمة الكشفية العربية، والكثير أيضا خدمة وتنمية المجتمع، والكثير من الجوانب التطوعية. يعني أخوة نعتز بهم كثيرا. الأخ بارك الدوسري طبعا أيضا استفدت منه الكثير، أيضا أخ عزيز إعلامي بارع، ومن القيادات أيضا التي نعتز فيها كثيرا. يعني بارك الله فيكم جميعا، وأعتذر على الإطالة. شكرا شكرا اخي خليفه، حقيقه اطلالتك اليوم كانت جميله، وبارك الله فيك وجزاك الله خير. والله انا الله سعيد يكرمك الله يكرمك. بوجود اخوي مبارك، يعني صراحه من زمان يعني افتقدت، وطبعا ما افتقدت كشخص هو في القلب، ولكن كطلته علينا وافكاره، واتذكر صراحه في بعض الاسرار اللي بيننا كان هو يكتب اخبار عمان يوم كنا في بريطانيا وكنا في اليابان، كنت اروح له بالليل، خليفة عطني بعض الأخبار، خلني أنا بعد أكتب عن الإمارات وهذا، فيقول لي أنا أكتب عن عمان، قلت زين ما علي، أنا بغير من عمان إلى الإمارات يعني. شكرا شكرا لكم جميعا. الآن مع الأخ الأصغر الحبيب خفيف الدم والظل، الروح المرحة، الرجل البشوش دائما وأبدا، عبد الله عبد الحميد، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم جميعا، أهلين أبو محمد. هلا هلا عبد الله، هلا. طبعا الحمد لله شرفنا إن إحنا اشتغلنا وتطوعنا سويا مع أبو محمد، وأنا أحب دايما أقول لأبو محمد
مش عارف القائد خليني اتذكر اول لقاء بيننا كان في مؤتمر الكشف العربي السادس او السابع في القاهره، سابع ال 17 تقريبا ايه اللي كان في القاهره، ايه كان 2006 تقريبا. نعم اماكن كتير، وفي 2014 شرفت ان انا اكون منشط كشفي، مشرف انشطه كشفيه في مفوضيه كشاف دبي، وكان رئيس المباشر ابو محمد. صراحه كان يعني زي ما نقول عنده موضوع تمكين الشباب، بيحب يسمع اراء الاخرين، واي فكره يقدر ينفذها بينفذها على طول. يعني دايما كان جاذب لكل الشباب، ممكن اقول عشان كان لعب كشاف صغير، يعني ايه كشافه، وعارف ايه هم الكشافه من الصغر، بعد كده الجواله، بعد كده القيادات، فكان عارف ايه احتياجاتهم وكان بيقدر يشبعها اغلب الوقت. كان برضو حاجه من الحاجات الجميله اللي انا حبيتها وانا في دبي، كنا عندنا لقاء دوري كل يوم خميس عند ريدان، كنا نروح نتغدى سوا مع الأصدقاء المقربين لقاء أبو محمد والزملاء في المفوضية، وكان يعني سنة جميلة عشتها. أبو محمد وقف جنبي أكتر من مرة في موضوع الماجستير بتاعي، حتى أنا كنت طلبت منه أجازة ونزلت عشان كان عندي مشكلة في رسالة الماجستير، وبعديها اضطريت ان انا اروح واستقيل، وكان قال لي طب انزل خلص كل حاجة وبعدين ارجع تاني، لكن كانت الظروف تحتم الموضوع ده. ف يعني ما شاء الله عليه، ابو محمد له قصص كثيرة، يعني الواحد يقدر يعني ما يقدرش يحكيها في 10 دقائق 5 دقائق، محتاجة ايام. وطبعا سعيد ان معانا الزملاء والافاضل، قائد مبارك، قائد خليفة، هولاكو، قائد عبد الحكيم، تشرفت بيكم، وإن شاء الله نلتقي على خير قريب. إن شاء الله. عبد الله بعد ذكرني في شيء، يعني ذكرني إن نحن في عادة نحن ماخذينه، طبعا نحن شباب سواء كنا في المفوضية أو عندي أصدقاء خارج المفوضية، كل يوم خميس نروح نتغدى مع بعض إجباري، يعني كل واحد خلاص خميس يكون خلاص ما يروح البيت. بعد الدوام كنا نتجمع في مطعم ريدان، طبعا مطعم ريدان مشهور بالمندي، انتم بعد ما شاء الله في السعوديه المندي لحم وشتف كل خميس خلاص ماخذين عاده نروح نتغدى، يعني ما يخصنا في العمل اصدقاء من خارج العمل، كنا يعني اللي في الاعلام الامني اللي كانوا في كشافه والغير، وكنا نتجمع يعني تقريبا كنا 13 واحد، كنا يوم كل خميس لازم نروح، حتى مال المطعم يعرفون، طاولتين يحطون طاولتين في بعض، والحمد لله العادة لين اليوم، العادة نحن لين الحين ربنا يديمها ابو محمد. ما شاء الله ان شاء الله نلتحق قريبا ان شاء الله، يوم بتونا دبي تعالوا يوم خميس عشان اوديكم ويانا. بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. قائد أسامة، أعطينا الفيديو. طبعا الفيديو هذا انتهى من حدوته اعلاميه للقائد خليل. تفضل يا قائد اسامه. Thank you.
شكرا للاخ اسامه على هذا الفيديو الجميل. نعود مره اخرى للحديث مع قائدنا الحبيب القائد خليل رحمه. كل انسان يفخر بمنجزاته فيدونها بيديه، ومنهم من يجعلها في صوره، ومنهم من لا يخبر عنها أي أحد، لكن حبيبنا يهوى توثيق كل أعماله وكل منجزاته عبر البث المباشر. ما هو الإحساس الجميل عندما توثق عملك عبر بثك المباشر؟ وهل نعم هل هي هواية لديك؟ تفضل. لا تفضل تفضل ليه ما أوكي. أنا انتهيت، تفضل يا قائد. والله بكل أمانة في البداية يعني أنا من النوع اللي أول شيء ما كنت يعني أحط شيء على الفيسبوك وأحط كذا، بعد ما جو الأخوان المصريين هني عنا واحتكيت وياهم قالوا لازم تسوي وتوثق وتسوي، يعني أنا من النوع اللي يعني نادر ما كنت أحط أشيائي على الفيس أو على المواد التواصل الاجتماعي، فهم حببوني قال لا الناس عشان تعرفك لازم انت توثق اشياءك، توثق يعني منجزاتك او حياتك الشخصيه وغير وغير. فبديت عقب يعني اهتم في الفيسبوك، وبس اكثر شيء انا حاليا على سناب شات وعلى الانستغرام، يعني الصور الشخصيه والخاصه على الانستغرام وكذا. يعني يعني انا عقب قمت خدت مثل لعبه حلوه ان انقل مثلا على الفيس الاوقات الجميله، المناسبات الحلوه سواء الشخصيه او لاخواني اصدقائي وكذا، قمت اسوي لهم لايف فيسبوك او لايف انستغرام. فهني حبيت اللعبه، انا اسميها لعبه، لعبه اني انقل اشياء او انقل الاشياء على حسب ما اشوفها مناسبه. وانا من النوع اللي يعني حتى ما احط وايد هالاشياء، يعني ساعات اقول يمكن لا ما بحلوه يعني كل الناس تشوف شو تسوي شو كذا، ولكن بالعكس حسيت ان بالعكس لازم واحد يحط الاشياء الجميله في حياته عشان ما ينساها او يدوم يوم يطلع عليها يتذكر الذكريات الماضيه. يعني في صراحه الصور اللي حطيتوها في بعض الصور يعني في بعض الاشياء يعني في ذاكرتي ودوم احب اشوفها، يعني مثلا لقائي ويا سمو الشيخ حمدان الشيخ محمد بن راشد في عهد دبي، اتذكر والله لا بدون موعد، يعني هاي الصوره اللي موجوده والله ما كان في لا موعد مسبق ولا عامل حسابي ولا شيء، كنت انا وعيالي والمدام كنا نتغدى في مطعم، سبحان الله هالوقت يانا في نفس المطعم وتغدى عندنا ويجلس صور ويانا ويجلس يعني جنبي ويسولف ونضحك وكذا، يعني ما حسيت إن يعني ولي عهد دبي يعني شيخ وكذا ويجلس معانا وياكل وكذا وتصورنا وياه، وحتى هو روحه قال والله ما تبون تصورون معاي تعالوا. فيعني في صور جميله في ذكريات، ايضا من الصور الجميلة اللي أحبها يعني تكريمي بالقلادة الذهبية لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، هاي أعلى وسام كشفي يمنحها صاحب السمو في اللقاء الدولي اللي نحن نعمله كل سنتين، هذا أكبر أعلى وسام على مستوى دولة الإمارات، ويمنحونها الذين قدموا خدمات جليلة للحركة الكشفية سواء داخل دولة الإمارات أو الذي من خارج الإمارات اللي خدموا الحركة الكشفية في الدولة. فهاي يعني في بعض الصور، الصور أيضا الأنشطة والفعاليات اللي قمت فيها وأيضا الجوائز اللي خدت فيها خدت، وأيضا بعض الأمور الشخصية يعني سفراتي ويا الأسرة، يعني هذا اللي كان معي ابني، انا اقول صديقي يعني وليس ابني، صديقي معي، فهو ان شاء الله السنه هاي الثانويه العامه، وبنتي ان شاء الله السنه هاي تتخرج من الجامعه، الجامعه الامريكيه.
فيعني احط هذه الاشياء الانشطه والفعاليات اللي احس فيها اشياء يعني حلوه وجميله. فهل الاشياء اللي انا احط فيهم في الفيس يعني من النوع اللي ما احط وايد اشياء، وايضا المقابلات التلفزيونيه اللي كانوا مسوينها معي سواء تلفزيون دبي او الشارجه او قنوات الفضائيه داخل الدوله وخارجها حق الانشطه، وعشان الناس ايضا تعرف شو هي الحركه الكشفيه. بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله. يعني حقيقة أنا كل السرور لي الحديث معك يا علم الله، لكني أراك تحلق تارة في الفضاء وتارة أخرى تتزلج على الجليد. هل شخصيتك يعني أنا في واقع نظري أرى أنك مغامر، فما هو هذا الحب لهذه المغامرة؟ والله أنا أحب يعني المغامرات، يعني من النوع اللي أحب المغامرات، بس يعني أحب الثلج. يعني حتى يوم نروح نسافر برا وهذا يعني ندور الأماكن اللي فيها ثلوج وكذا عشان نتزحلق مثل ما يقولون ونلعب، يعني نعيش عيشتنا يوم كنا صغار الطفولة. ومع تعرف يوم واحد في السفر لازم يطلع من مثل ما يقول من المألوف ويعيش حياته الطبيعية ويروح يسافر ويدور. بس ذكرتني بشيء الحين من قلت لي الفضاء وكذا، والله العظيم يعني بكل أمانة أكلمكم، أنا يوم كنت في المدرسة كان يعطونا مادة عن الصاروخ والطيران وكذا والفضاء وهذا. أتذكر والله حتى أنا قلت يا جماعة حق الطلاب، قلت نحن بنروح الفضاء والله العظيم. حتى في المدرسة يعني طلاب ربعي وأصدقائي كانوا يعني يضحكون علي، شو أنت شو فضاء ما فضاء، سبحان الله. ونحن كدولة الإمارات استوى عنا أول رائد فضاء عربي يطلع للفضاء. طبعا في رائد فضاء عربي هو اللي من السعودية، ولكن هذا اللي طلع للمريخ. يعني سبحان الله يعني الأيام، شوف سبحان الله تحقق الحلم الإماراتي. وكانوا يعني في جيلنا على ما دام اقول لك على ايامنا نحن كانوا يضحكون، شو فضاء تتكلم عن الفضاء وما فضاء وهذا، شو بنسين حتى الصاروخ. سبحان الله تحقق الحلم هذا. يعني الحين الشيء بشيء يذكر انت تقول لي عن الفضاء والجو والكذا، في بالي هاي المقوله. وكانوا الاولاد يعني في ايامنا طبعا احنا كنا في مرحله الاعداديه كانوا يضحكون عليه، شو تتكلم عن الفضاء ما فضاء، وحين سبحان الله تحقق الحلم. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا من مغامراتك الجميلة نريد أن تحكي لنا مغامرة خفت فيها. خفت؟ اي نعم. أتذكر كنا بنروح مخيم العالمي الأخير في بريطانيا، في أمريكا عفوا، في أمريكا. فكانوا يقولون لنا هناك في مغامرات ما مغامرات وكذا، فنحن قلنا يلا خلنا نحن نجرب بعد. فخذنا جروب الشباب الإماراتي اللي بيشارك في مخيم، نحن هنا عندنا حديقة مشرف مسوين أرض التحديات والمغامرات، ففي مثل النزول بالحبال وكذا وهذا. فحين أنا أقول حين أنا في هذا العمر وين أركب يا هذه، شو يا ابني شو خلاني أشير عليهم أقول لهم نروح نحن نركب ونتدرب ونتجهز وهذا. فقال لا ما يسوي قائد، أنت ويانا أنت لازم أول واحد تركب، أنت قدوتنا. قلت يا أبوي أنا شو قدوتكم الحين، أنا الشيب مو مثلكم أنتوا أعمالكم تركبوا. قال لا لازم تركب. فركبنا في هذا التزحلق. يعني أنا عارف إن في سيفتي في أمور كذا، بس لا شعوريا احس ان خوف شوي وكذا. واول مره من ركبت ونزلت قلت له والله شيء بسيط يلا تعالوا نركب مره ثانيه. هواعد شيء ثاني يمكن في وادي ما يعرفون عني، انا الحمد لله يعني في البيت عندي حوض سباحه واتسبح وكذا، ولكن فيني فوبيا من اماكن العميقه. ف كنت رحت أتدرب غوص يا مدرب، طبعاً إحنا في الكشافة عندنا تدريب الغوص وعندنا مدربين معتمدين. فقالوا لي إحنا نحن نعلم الأولاد نعلم كذا، أنت تعال تعلم بعد ويانا. قلنا يلا وياهم. فرحت تعلمت الحمد لله كل شيء. فوداني حوض في البيت أتدرب وكل شيء أوكي ما في شيء.
قال نروح مكان شوي نوري سوري دحطني ف توني بنزل يعني توني بس توني غط اقول حق المدرب لا بغرق خلني اطلع ما اقدر. فعقب مسكين شو قال لي شوف ما بعطيك الليسن روح شيل هالفوبيا ان تتعود تنزل اماكن عميقه وبعدين بعطيك ليسن غواصه. من هذاك اليوم قلت ان شاء الله يصير خير. هذه المغامرات اللي يعني كنا نسويها. وايضا عندنا مغامرات ويا في ايام المدرسه وتعرف اتذكر ايام المدرسه من اهم المغامرات. نحن كنا طبعا مدرسه ثانويه صناعيه كان مدرسة كنا مواطنين يعني شباب كبار وكذا وأنا كنت جديد عليهم يعني كنا في الطابور قلنا يلا نروح الصف. إحنا رايحين الصف الشباب جايين قبل اليوم حاطين شالين الباب وحاطين مكانه جدار واسمنت ما في باب. إحنا نبغى ندخل الصف ما في باب شو نسوي؟ يو المدير يا وكذا وانتو صفنا يعني صفوف يلا فصل اسبوع. انا كنت طالب جديد في المدرسه وما يعني فكنت اقول وين اروح الحين؟ قال لا خلاص روح البيت زي وانا شو ذنبي زي خلاص على الكل. فرحنا البيت نروح البيت ليش جاي من وقت؟ قال لا اجازه ما عندنا مدرسه. شو اقول؟ ما اقول فاصليننا؟ فهلا يا يعني الذكريات الحلوه والمغامرات الجميله اللي كانت ايام سواء المدرسه او في الحياه العاديه. اسعدك الله كما اسعدتنا اليوم حقيقه. اليوم احنا في سرور رائع وحديث شائق وماتع جدا. الان معنا مداخله من القائده الغاليه دينا السومه. تفضل يا قائده دينا. والحمد لله على السلامه. مساء الخير للجميع. يسعد لي مساكم. مساء الخير عبد الحكيم. يسعد لي مساك قائد خليل. نورتنا اليوم الحقيقة وفعلا يعني خليتنا نروح معك هيك لذكريات كتير حلوة. كتير حلو دايما انه نحنا نتعرف على الجانب الاخر من حياتنا. يمكن كل الناس بس بشوفونا بالفولار وبيعرفونا قادة كشافة وما بيعرفوا عنا شي تاني غير انه نحنا قادة كشافة وبس. فكتير حلو انه الناس تتعرف على الجانب الانساني من حياه هذول الاشخاص. فاهلا وسهلا فيك. كنا كثير مستمتعين نحن اليوم معك. يمكن انا كمان قبل ما احكي هيك تجربتي مع القائد خليل بدي رحب بضيوفنا. قائد مبارك الدوسري اهلا وسهلا فيك. نورتنا دائما الصديق والاخ الغالي. كمان قائد خليفه يا اهلا وسهلا فيك. كمان اكيد كان معنا كمان القائد حسن والقائد عبد الله بسبوسة. فأنا كمان كان لي تجربة يمكن حلوة. أكيد نحن على صداقة من زمان بس كان لي تجربة رائعة مع قائد خليل بمخيم المرموم. يمكن أول ما حكيت أنا وياه وقال لي مخيم وإمارات وصحراء ما حخبركم إنه بالأول يعني كنت مثل ما بيقولوا إجر لقدام وإجر لورا يعني خايفة من الفكرة إنه صحراء ويعني أكيد نحن ما عدنا صغار يعني حتى نتمرمط هالمرمط كلياتها. فالحقيقة لما رحت لهونيك كانت تجربة أكثر من رائعة. تجربة كتير حلوة إن كان من التحضير إن كان من نفسية القائد خليل اللي كان فعلا ناشرها على الفريق اللي معه. مثل ما كان عم بيقول عبد الله إنه هو بيدعم الصغير قبل الكبير. ما بينسى بعجقة الشغل إنه يهتم بالناس اللي موجودين وبضيوفه ويشوف راحتهم ويشوف شو ناقص. يعني كان يهتم بكل تفصيل صغير وكبير. حتى لما راحوا بالرحيل سأبت أنا كنت مشغولة وقاعدة عم بكتب الأخبار وهيك قلت له لا خلاص ما هروح معكم. فبلاقيه بيتصل فيي بيقول لي المكان رائع حأبعت لك سيارة تركي من إيدك ولحقين على الشغل ويلا تعي. وفعلا قضينا أمسية وسهرة كتير حلوة وكتير رائعة. كانت يعني الأجواء الأخوية أكيد اللي زرعها القائد خليل بروحه الحلوة بين كل المجموعين من أصغر شخص موجود لأكبر شخص موجود كان شيء كتير رائع. فيعطيك ألف عافية قائد خليل. وفعلا نحن سعداء بأنه نتعرف على الجانب الآخر من خليل رحمي. أهلا وسهلا فيك. نورتنا وأضفت الحقيقة كتير على حدوتها الإعلامية. ومنتمنى من أنه نكون فعلا قدرنا
وصلنا الجانب اللي الناس حابة دايما. نحن بطبيعتنا حشريين، بنحب نعرف شو عم بيصير وراء الكواليس، هذه طبيعة الإنسان. فبنتمنى نكون حققنا حشرية الأشخاص اللي حابين يتعرفوا على الجانب الآخر من خليل. شكرا لك قائد خليل مرة ثانية. برجع المايك لك عبد الحكيم من بعد ما أتشكر مخرجنا الرائع القائد أسامة نسك. شكرا لك قائد أسامة، وشكرا قائد دينا على هذه المداخلة الرائعة. تفضل يا قائد أسامة. هذه مجموعة من الصور، تفضل علق عليها قائد خليل تفضل. هاي أول شيء بعد أنا أشكر أختي دينا على تحت لي هاي الفرصة، وأيضا يعني أتحمد لها بالسلامة، وإن شاء الله يكون كل أيامها سعيدة وصحة وعافية. هاي طبعا الصور، بعض الصور عن أنشطة مخيم المرموم الكشفي اللي فيها أيضا قائد دينا ويانا، وفد من مصر ومن دول مجلس التعاون كانوا مشاركين، وهاي كنا نحن فريق العمل، هاي كلهم فريق العمل اللي كنا شغالين في مخيم المرموم الكشفي. ونحن إن شاء الله إن شاء الله في 2021 إن شاء الله بيكون مخيم المرموم الكشفي، إذا السلطات عرضنا الإذن بيكون إن شاء الله في نهاية مارس إن شاء الله على مستوى الوطن العربي إن شاء الله. وبعد بندعوكم إن شاء الله أنكم تحضرون ويانا اللايف، تنقلون لايف، تحضرون معانا، ويكون لكم أنتو منصة حدوتة الإعلامية، موقع خاص ويانا، وتشاركونا في هذا الحدث. شكرا لك، شكرا قائد خليل، شكرا. نعم، هني طبعا الدكتور عبد الله مشرخ، وكذلك الدكتور سالم رئيس الجمعية، ومع فريق عمل اللجنة الإعلامية في المرمومة. هني طبعا مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تفضل. هني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، كان أول مرة يحضر مخيم كشفي في العوير، وكان افتتاح مخيم العوير. وأنا لله الحمد يعني ما أدري لو حد يعرف منو موجود، إحنا موجود معاهم طبعا. هاي الصور الكشاف اللي وياهم، هذا أنا، هذا كان في 90 نفس وقت يعني بعد سنة من غزو الكويت. يعني هذا هني أتذكر يعني كنت أنا في المرحلة الثانوية، وكلفوني أن أنا أرافق الشيخ وأشرح له عن المخيم ككل. كان هني حاضر مخيمنا، وصراحة كنت مرتبك وايد. أول شيء عقب خطوتين ثلاث هو تكلم وياي بس شكل عادي وكذا، والحمد لله انطلقت في الكلام. هني أذكر كان ياي على المخيم وأشرح له شو المخيم، وعقب سألني سؤال يعني يقول لي كم واحد يرقدون في الخيمة. فحين طبعا لا عفوي يعني قلنا نحن في الخيمة نحن 4 أشخاص، وفي بعض الخيم 6 أشخاص وكذا. وكان يسأل منو كيف تطبخون، كيف تسوون، كيف كذا. فعفويا كنا يعني نقول شرح للمخيم، والحمد لله تشرفت بأن أكون أشرح للمخيم الكشفي. طبعا هاي صور نادرة من الموجودات عندي واحتفظ فيهم يعني. كل الشكر والعرفان والتقدير لهذه الأمسية الجميلة والرائعة التي استمتع بها المشاهدون. وحقيقة أنا من أبرز المستمتعين باللقاء معك، حيث جمال الحديث والبساطة، ويعني سهل الوصول إلى قلبك، وهذا يدل على الطيبة الموجودة في داخلك، كما عرفت من كثير من الزملاء الذين أخبروني عن ذلك. الآن أريد منك كلمة في دقيقتين فقط عن شخص هو عزيز عليكم في كشافة الإمارات، وهو القائد هشام عبد السلام. طبعا القائد هشام عبد السلام، أول شيء يعني الله يعطيه الصحة والعافية،
وإن شاء الله يعني الله يشفيه من المرض اللي هو فيه. وبالعكس تعلمت أنا بكل أمانة الكثير والكثير من قائد هشام. قائد هشام طبعاً أنا أعرف، يمكن ما حد يعرفه، أنا أعرف قائد هشام يوم كان في المنظمة الكشفية العربية. ترى أنا قبل كنت عضو في اللجنة الكشفية للإعلام أيام كان قائد هشام في التسعينات قبل ما يروح سلطنة عمان، كان ماسك إدارة العلاقات العامة والإعلام في المنظمة. أنا يمكن اشتغلت وياه سنة، بعدين هو راح عمان وكذا. ولكن قائد هشام ما شاء الله عليه له علاقات كثيرة، وأيضا قائد هشام موسوعة كشفية صراحة بكل أمانة. اللي يجلس مع قائد هشام ما يستفيد منه، أنا أقول إنه هو يعني ما استفاد من الكشفية شيء. وقائد هشام اشتغل معنا كسكرتير فني في جمعية كشافة الإمارات، وكان مخلص في عمله في أداء عمله، وكان حب للحركة الكشفية يعني بكل أمانة. من أساسيات مخيم المرموم الكشفي كان لقائد هشام دور كبير كبير في مشروع مخيم المرموم الكشفي. هو كان معاي من الصفر، وهو كذلك من الصفر إلى من الألف إلى الياء، وكان معاي في كل صغيرة وكبيرة، وهو حط يعني اللبنة مثل ما نقول نحن الأساس، ونحن الحمد لله اشتغلنا عليه. وكل تقدير لقائد هشام عبد السلام أخ عزيز، وأنا أحترمه وقدره بكل معاني الكلمة. شكرا، شكرا جزيلا. هذا هو العرفان، وهذه هي الحقيقة الجميلة التي يقولها رجل بقامتك وبهامتك. بارك الله فيك. عندنا متداخل أخير أحب، إلا أنه يعني يأتي من أرض المغرب ها إلى أرض المشرق. تفضل قائد كريم. تفضل قائد كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أولا الأستاذ القائد عبد الحكيم على إتاحة لي هذه الفرصة، لأنه بكل صدق الأستاذ القائد خليل رحمة يعني من الأصدقاء الأعزاء جدا الذين أكن لهم تقدير ومحبة خاصتين. طبعا أريد أن أقول كلمة بسيطة جدا في حق هذا الرجل الذي ربما لم تتح لي الفرصة كثيرا لألتقي به إلا بعض المرات القلائل، لكن لدي ذكرى جميلة جدا مع الأستاذ خليل رحمة. لأول مرة ستتاح لي الفرصة أن أشارك في لقاء عربي، كانت سنة 2003 بمدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة. طبعا اللقاء كان هو اللقاء العربي الأول للثقافة والتراث، والذي تحول فيما بعد إلى لقاء دولي، وكان آنذاك الشيخ سلطان القاسمي هو من يدعمه. فلقائي بالأستاذ خليل كان حقيقة لقاء جميل جدا، أولا باعتبار أن الأستاذ خليل آنذاك كان مسؤول عن الإعلام وكان ينشط فعاليات هذا اللقاء، فمن خلال صوته ومن خلال يعني توجيهاته النيرة خلال هذا المخيم تعرفت على الأستاذ خليل عن قرب، وكان لي الشرف أن أحظى بهذه المعرفة طيبة بأرض الإمارات الخصبة. ومن هناك انطلقت هذه العلاقة في مناسبات أخرى عديدة، وأحفظ للأستاذ خليل ذكريات جميلة جدا، وأعرف يعني مستوى إلمامه بالحركة الكشفية واهتمامه بالحركة الكشفية، وكذلك اهتمامه بالتكوين لدى الأطر على المستوى العربي، وهو الحمد لله الآن يحظى بمكانة مرموقة على المستوى العربي. فكل تمنيات صادقة للأستاذ خليل بالتوفيق، ونتمنى أن يزورنا قريبا في المغرب في لقاء إن شاء الله قريب بحول الله. وحتى لا أطيل عليكم، شكرا جزيلا للأستاذ عبد الحميد، وشكرا للأستاذ خليل رحمة، وأتمنى أن نلتقي بك عما قريب في مناسبة طيبة بحول الله. شكرا، شكرا قائد كريم، وانا افتخر بلقائك في اللقاء الشارقة. مثل ما قال يعني كان اول شيء اللقاء كان عربي، وبعدين يوم حضر الان حول اللقاء العربي الى اللقاء يكون لقاءات دولية،
وايضا في اخر لقاء دولي ايضا وجه الشيخ ان يكون سنه دولي سنه يكون لقاء عربي، وان شاء الله من السنه الجايه بيكون في ايضا عندنا لقاءات عربيه على نفقه سمو الشيخ القاسم. شكرا لك. المساء الجميل لا يحلو الا بكم، انتم من تعلمنا ونتعلم منهم. شكرا للقائد خليل رحمه، شكرا من القلب لك، شكرا للوفاء، وشكرا للعمل، وشكرا للجهد، وكما عودناكم دائما وابدا حدوته كشفيه تجمع لكم كل ما تحبون من اخبار من ذكريات من كل شيء، فكونوا معنا دوما مع حدوته الإعلامية. ولكم تحية من المملكة العربية السعودية عبد الحكيم الحازمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مساء الخير قائد خليل، أرجو أن الحد أن ما كن أحرجتك يعني ولا شيء ولا لا لا، بس بندو البث ولا حس لا خلاص البث انت إن شاء الله. إن شاء الله. أحمد حسن باقي موجودين الشباب ولا؟ أزلنا على الهواء يا قائد. أزلنا على الهواء، بس أنا في آخر كلمة أحب أشكر طبعاً مخرجنا. نحن ما زلنا على الهواء يا زملائي الكرام. نحن على الهواء بس مو على اللايف صح؟ لا لا، نحن على اللايف، ما زلنا على اللايف قائد عبد الحميد. تفضل. أسامة أيضاً يعني على هالإخراج والصور الجميلة اللي خذا. ما أدري من وين هو ماخذ الصور، فأشكر أسامة وأيضاً أشكر حتود إعلامية وعلى تحتي هاي الفرصة، وإن شاء الله نكون وفينا وكفينا عن خليل الرحمة. وأيضاً أشكر جميع زملائي وإخواني القادة اللي كانوا ضيوف وياي. أول من هنا أيضاً أتوجه أنا الشكر لكل الضيوف الموجودين من المملكة العربية السعودية، الأخ مبارك الدوسري من جمهورية مصر العربية، القائد أحمد حسن، والقائد عبد الله عبد الحميد، وكذلك أذكر من عمان القائد خليفة الرواحي، وأتقدم بوافر الشكر والتقدير لسعادتك على هذه الأمسية الرقيقة الخفيفة على القلب، حقيقة من أجمل الأمسيات التي تحدثنا عنها، وأسأل الله أن يديم الخير علينا وعليكم، وأن تكون اللقاءات بإذن الله بالحضور وليست عن بعد. ولكم كل الشكر والتقدير، حتوتة منكم وإليكم بإذن الله تعالى، لأنها ستقدم لكم الأجمل والأحلى والأفضل بإذن الله تعالى. ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كده خلصنا. قائد عبد الحكيم دقيقة بس. ألو. ثواني نحن بس في مشكلة تقنية ما عم نقدر نطلع من الهواء. ثواني بس. عادي هذا هو العالم الافتراضي، يعني. ممكن نسمع شيء من القائد خليل هيك مكسب لل مكسب تفضل تفضل. والله العظيم انا صراحه في البدايه يوم حتى الهواء يا قائد خليل ما رادي يطلع، بدي اكمل معك، شو بدي اعمل؟ والله في البدايه انا يوم كلمني اخوي عبد الحكيم كنت اقول له كم الزمن اللي بطلع، وهذا حتى كنت أقول شو أتكلم شو أقول. بالعكس يعني الحين أحس نفسي عادي، يعني ياس إن نطلع الكلام بعفوية وبدون والله لا تحضير ولا أي شيء، يعني من القلب إلى القلب، يعني يطلع الكلام عفوي وتكلم بكل ارتياحية بعيدة عن الرسميات. تعرفين ساعات يوم يكون فيه الرسميات واحد يكون مقيد في الكلام مقيد في كذا، ولكن أنا حبيت الناس تعرف منه خليل. مثل ما والله أنا خجلت من كلام أخواني القادة اللي كانوا يتكلمون عني وما شاء الله عليهم، يعني هم أكثر مني وأكرم مني وأطيب مني، وهم ما شاء الله عليهم قامات كشفية كبيرة.
طبعا نحن في بعض الامور يمكن ما تحدثنا عنها. في عندنا مثلا بعض مشاركاتي انا كانت طبعا في العمل التطوعي خارج عن الحركه الكشفيه. كنا نروح في دول عربية، سواء دول عربيه او دول اجنبيه، شاركت في العديد من الانشطه التطوعيه خارج دوله الامارات العربيه المتحده، منها في مصر، في شرم الشيخ، منها في الاردن، في السعوديه، كذلك في الطائف. الذكر واول مره بعد طبعا ازور لبنان، وكنا في الذكر كان في عند كان عندكم الاعلام الصغير نفس الوقت، وكان عندنا نحن اجتماع لجنه تنميه العضويه، وايضا الحمد لله يعني اخذنا فيها العديد من القرارات، سواء كنا في كنت عضو في اللجنه هذاك الايام. وايضا يعني من الاشياء الجميله اللي حبيت اذكرها يعني الكشافه، والله العظيم علمتني وايد اشياء. علمتني اني اطلع للناس، اواجه الناس، اكون متحدث وبلباقه يعني هاي هي الكشفيه. وانصح الجميع والله العظيم بدون مجامله، وليس عشان انا في الكشافه، ابا يعني الناس تدخل وتخوض هذه التجربه. الحركه الكشفيه حركه مفيده، حركه تطوعيه، تنمي النشا وتخلي الواحد يعتمد على نفسه. والله لولا الكشفيه انا في موقف يمكن ما حد يعرفه. انا كخليل خلصت ثانويه في 1995. اتذكر هاليوم ما انسى، كنا مخلص النتيجه، وطبعا نحن كان على ايامنا اذاعه الاسماء في الراديو في البث يعني كان الناجحين وكذا. اتذكر كان عندي نشاط في حديقه مشرف مع كشافين، كنت مودي فريق من الكشافه انا ذاك، طبعا كنت قائد فرقه ما كنت في مجلس الاداره عضو. اتذكر يعني تليفون من وزاره الشباب والرياضه، كان على ايامه الله يذكره بالخير وان شاء الله يعطيه الصحه والعافيه بلال البدور، ما انسى هذا اليوم. الو السلام عليكم. قلت عليكم السلام اخوي خليل. نعم. قال معاك بلال البدور مدير اداره الشباب في وزاره الشباب والرياضه. قلت تفضل. قال نحن نسمع عنك انت خليل في الكشافه كذا كذا كذا، انزين نحن عندنا نشاط صيفي فنبغيك تكون معانا ضمن نشاط صيفي على مستوى الدوله، هذا على مستوى الانشطه الشبابيه. فقلت له والله انا عندي الحين موعد يعني كشافه انا. فقالوا لي مو مشكله انت تعال لنا ساعه نجلس معاك. رحت اجتمعت وياه وكذا ونحن نعرفك. قلت وين تعرفني يعني؟ انا ما اعرف الشخص يعني كشخص، بلال بدور اشوف في الجرائد بس ما اعرفه كمعرفه. قال لي نحن عرفناك من انشطتك في الكشافه ونشوفك نشيط وكذا، فشو رايك تشتغل معانا؟ قلت والله انا كوظيفه يعني ابا اوصل لكم يعني ان الكشافه علمتني وايد اشياء، ولله الحمد يعني سبب وظيفتي في وزاره الشباب والرياضه انا ذاك هو الكشافه. يعني طبعا بعد الله سبحانه وتعالى ودعاء الوالدين كان الكشافه هو سبب من اسباب اني التحقت في وزاره الشباب والرياضه، وحتى الان انا في نفس المجال، ولكن كنت في مجال الانشطه الشبابيه، والان حبيت اغير رحت الى مجال الانشاءات والتطوير في مراكز الشباب. ما شاء الله يعني قائد خليل العطل الفني اجى بوقته واجى بمكانه لحتى فعلا تقدر توجه رساله للناس كلياتها عن اهميه الكشفيه ببناء شخصيه الانسان. وفعلا مثل ما حضرتك عم بتقول الكشفيه ساهمت انا متاكده في بناء شخصيه اغلبنا. يمكن انا كمان من الناس اللي الكشافه كمان كان لها دور بحياتي، انه لانه انا لما كنت عم اقدم على وظيفتي بمؤسسه الاجتماعيه فكنت عم بطلب من مديره الموارد البشريه انه بس بدك تحطي عندك نوت انه انا ممكن احتاج سافر باي وقت، لانه انا بالكشاف وانا بمؤسسات تطوعيه ممكن احتاج شارك باي لقاء عربي. فيعني انا كنت خايفه من رد فعله لانه كنت عارفه انه هيدي المؤسسه ما بتقبل تعطي اجازات. فقالت لي مجرد ما انت قلتي لي انك انت حدا كشف هيدا حيخلينا نتحمس لانك تكوني موجوده معنا اكثر واكثر.
ففعلا هيدي رسالة من القائد خليل رحمي لكل اللي عم بتابعونا ولكل الأجيال الصاعدة والجديدة اللي نحن دايما حاطين العين عليهم، لأنه هني أمل المستقبل. الكشفية يا شباب تبني شخصيتكم، فهلموا بعدين ما تنسوا هيدي رسالة من رئيس لجنة التنمية العضوية، يعني هيدي رسالة هدفها التنمية العضوية. يعطيكم ألف عافية، شكرا لك مرة تانية قائد خليل، شكرا لكم متابعينا الكرام، شكرا لوجود ضيوفنا معنا، شكرا لك رئيس لجنة الإعلام والاتصال بالإقليم الكشفي العربي لدعمك الدائم لمسيرة حدوتة الإعلامية، وشكرا لك قائد خليل لدعمك لحدوتة منذ انطلاقتها من اليوم الأول، شكرا لك زميلي عبد الحكيم، شكرا لك أسامة، وتصبحوا على ألف خير متابعينا الكرام، على أمل أنه نلتقي فيكم بإذن الله بحلقة قادمة من ومضات من الماضي مع شخصية، لحتى نكتشف أسرار المخفية وراء كل شخصية بارزة أنتم بتعرفوها. تصبحوا على خير.